عن البنيات التحتية والموارد البشرية لتنزيل الإصلاح نسائلكم السيد الوزير. شكرا سيد النائب المحترم. أنا تنجدد التأكيد بأن هذه السنة الماضية وهذه السنة هذه لأول مرة في تاريخ الجامعة المغربية كنأكد عليه كانت عندنا تقريبا 1500 منصب كل سنة تقريبا، منهم 800 من مناصب محدثة وكان 700 ديال التحويلات محولين اللي كانت كدار. هذا العام اللي فات 2000 تقريبا 400 باش ما ندخلش في التفاصيل، وهذا العام هذه السنه 2400. الجواب ديالي هي هادشي كله مازال ما كافيش، خصنا نمشيو بعيد، لان الا جينا نحسبوا نسبه التاطير خليكم تحسبوها 16000 استاذ جامعي تقريبا غادي تكون 18000 هذه السنه هذه، وغادي نقسموها على 1,300,000. نظن بان الجواب غادي يكون واضح، لا بد من كثروا من نسبة التأطير، لا بد من نقويوها، ولكن هذا كيرغم علينا ايضا باش ندخلوا الرقمنة في صلب التدريس ديالنا. هذه فرصة، هذا هي إكراهات كبيرة ولكن فرصة بالنسبة للجامعة المغربية وبالنسبة لبلادنا اللي خصنا ندخلوا الرقمنة. وتنظن ان شاء الله الا بقينا في هذه الوتيرة ديال 2400 2500 منصب سنويا تنظن غادي نتفاداو وغادي نحاولوا نشتروا من هذا. شكرا السيد الوزير. اذا كان الدور التنموي للجامعه حاسم في تنميه الجهه وتقريب التعليم العالي من ابناء المغاربه وتاهيل مؤسسات الجامعه على مستوى البنيات التحتيه والتجهيزات والرفع من مستوى التأطير البيداغوجي والإداري، فإننا من موقعنا نسائلكم عن نصيب جهة قلميم ودنون من بنيات التعليم العالي لا سيما إقليم أسزار. فبعدما استبشرنا خيرا بتوقيع اتفاقيات شراكة لإحداث 4 مؤسسات جامعية في دجنبر 2020، وإذا بنا نواجه بقايا السراب في تمتيع هذه الجهة بإقاليمها الأربعة قلميم وأسزار وسيدي إفني وطنطان ببنيات التعليم العالي، هي الغاية الأولى والمتنفس الذي بقي لأبناء الجهة الذين تلتهم أمواج الهجرة السرية وتدكهم طواحين البطالة والتهميش. وبالرغم من طرحنا للعديد من الأسئلة الكتابية في هذا الموضوع وتعهدكم بتمتيع هذه الجهة ببنيات تعليمية تليق بها كجهة قائمة الذات، فها هي اليوم الجهة الوحيدة المستثناة في برنامجكم وخططكم. لا أجد تكييفا لهذا الوضع إلا أنكم تمعنون في إقصاء ممنهج وغير عادل لجهة قلميم وادنون، علما أن الجماعات الترابية المعنية بالمشروع التزمت بتفويت العقار وأوفى مجلس جهة قلميم بالتزاماته المالية. شكرا السيد نائب. هاد المناصب تكلمت عليهم خصهم الجدية أول شيء، إذا ما كانش الجدية ما كاين والو، لأن سيادتكم أنتم عارفين الجامعة عملت لك السعدي قبل جبنا لكم قبل 5 شهور 4 المناصب قلنا لكم شنو غيدوزوا، وفي النهاية من بعد 4 شهور داك الأسماء هما اللي دازوا. إذا بغينا الجدية باش يمكننا نمشيو في أي قطاع. شكرا السيد الرئيس. معالي الوزير، نتكلم عن جهة قلميم وادنون كما أشار الزملاء السادة النواب من قبلي على أنه جهة اليوم وفرت وعاء عقاري مهم في الأقاليم بالأربعة، وفرت اعتمادات مالية مهمة. مشيتوا معالي الوزير في الموضوع ديال عدم فتح النواة ولا الكليات متعددة التخصصات، ولكن جبنا مقترحات واستبشرنا خيرا بالزياره ديالكم للجهه على انه يتم فتح مدارس خاصه، لان الجهه مقبله على استثمارات مهمه خاصه في الطاقات المتجدده. بغينا معاهد مهمه لتكوين ابناء هذه المناطق هذه باش يولجوا سوق الشغل في هذه الاستثمارات المهمه اللي غتشهدها الجهه باقاليمها الاربعه باس الزاك وبسيدي افني وبطنطان ومقليميم حاضره الجهه. معالي الوزير ننتظر منكم التفاته قويه لهذه الجهه هذه، لان هذا مطلب ديال جميع الشركاء وديال ساكنة ديال الجهة ككل. فمزيدا من يعني النقاش تعميق التواصل مع المجالس المنتخبة راه مستعد. شكرا فيما تبقى من السادة النواب المحترمون. اولا بغيت نجاوب على السؤال ديال النائب المحترم. انا كنوعدكم بان هذا الشيء غادي نقللوا منه، ما عرفتكم علاش كتكلموا. عندنا في السنة المقبلة ان شاء الله غادي تكون هذا لو سيستيم ديال لا كاليفيكاسيون اللي غادي يحبس لنا بزاف المشاكل اللي كاينه، ولكن راه لحد الساعة تقريبا أكثر من 70 منصب مالي اللي راجعناه حذفنا المنصب في هذه المشاكل اللي كاينة، اللي كتكون شي حاجة المفتشية العامة كتمشي وكناخذوا قرار صارم، ماشي غير قرار كنحذفوا المنصب كنعاودوا المباراة، ولكن
كنحاولوا كيفاش نتجنبوا بالنسبه اللي من بعد. بالنسبه للقلمي ما انا سمعتها شحال مره، تنظن بان اليوم حنا خدامين على تصميم مديري ديال الجامعه المغربيه ككل بالنسبه لهنا ل 30 ولا 50 عام اللي جايه، باش يكون عندنا تصور كامل بالنسبه للجامعه المغربيه اللي فيه الجهات. انا متفق معك، كاين جهات اللي ما عندهمش الجامعه، ولكن ما تنساوش بان اليوم الحكومه دارت واحد ليفور كبير اللي جبنا كليه الطب والصيدله في قلميم، في بني ملال، في الرشيديه، باش نعطيكم الرقم، كليات ديال الطب 450 مليون ديال الدرهم، باش نكونوا شويه متفقين. ان شاء الله خصكم تعاونوا مع الجامعات باش يكون الوعاء العقاري الكافي.